نبغي تخبرنا عن معايير الأشياء اللي يطلق عليها اسم تراث. خبرنا عن النظام الاجتماعي في دولة الإمارات القبل. الدولة وثقت كل ما يتعلق بالجوانب التراثية بهذا المكان يعني، وعلاقة الإنسان بالمكان، دور هذا المكان في حياة هذا المجتمع. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ والباحث عبد الله عبد الرحمن من هيئة أبو ظبي للسياحة في حلقة جديدة من برنامج موسوعة التراث الشفاهي. موسوعة التراث الشفاهي تشاهدونه في الأوقات التالية.